بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لعلماء المعنى والسير إلى الله سبحانه وتعالى جملة أو جملتان رائعتان جدا في العلاقة بين المعصوم والقرآن الكريم. يقولون بأن المعصوم قرآن تكويني والقرآن معصوم تدويني، ويقصدون من هذا المعنى وما دلت عليه الروايات وما دل عليه واقع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في علاقتهم بكتاب الله. ومعنى هذا الكلام هو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم وجود التطبيق لهذا الكتاب، كل آية من آياته تتحدث عن كمال وعن سمو وعن فناء في الله وذوبان فيه، فإن المجسد الأكمل لها هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك هذه الرواية المعروفة حينما سئلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله عن خلق النبي صلى الله عليه وآله قالت كان خلقه القرآن، يعني هو الذي جسد كل آية آية من كتاب الله تبارك وتعالى فيما يرتبط بصفات الكمل من الخلق والمقربين المخبتين المخلصين المخلصين المحسنين وبقية الخصائص الكمالية. وفي المقابل أيضا القرآن إمام أو معصوم لكن على مستوى التدوين. فإذا أردنا أن نتعرف على شخصية المعصوم فلن نجد ترجمة أفضل مما نراه في كتاب الله تبارك وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر مضطرد في جميع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرورا بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين إلى قائم آل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقف مع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في هذا الميدان، فإننا أيضا نجد هذا الانطباق وهذا التجلي لها صلوات الله وسلامه عليها في مقام انطباق الآيات عليها وفي مقام تجسيدها لمضامين هذه الآيات. وهناك الكثير، طبعا نحن نعلم بأن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالت بأن القرآن نزل أثلاثا، ثلث فينا، وفي بعض النصوص وفي شيعتنا، ثلث فينا وفي شيعتنا، وثلث في عدونا، وثلث أحكام وأمثال ومواعظ. وإذا أردنا أن نطبق هذه الرواية على آيات القرآن الكريم فإننا سوف نجد بأن الآيات التي نزلت في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مختلفة، يعني بعضها قد أنزله فعل فعله أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ربما مثلا نحن لدينا روايات في أسباب النزول في علي سلام الله عليه
بمفرده 300 آية أو أكثر ربما، وفي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأكملهم ربما أيضا مجموع ليس بالقليل من الآيات الذي بفعلهم نزل ذلك المقدار من الآيات أو نزل ذلك القرآن. وهناك آيات أولت بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهناك آيات تنطبق عليهم، يعني نعم هي صالحة للانطباق على غيرهم، ولكنها حينما ترتبط بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام وتنطبق عليهم يكون الانطباق انطباقا تاما، ويكون المصداق مصداقا أكمل، ويكون المصداق مصداقا أوضح وأجلى كما يعبرون. دعونا ننطلق مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لنحاول أن نتمثل بعض مضامين واقعها، وإن لم نتمكن ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. وبطبيعة الحال يعني هناك أمور في حياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نحن لا نتمكن أن نصل إليها، لأن بعضها مقامات خاصة بها لا يرقى إليها أحد سواها صلوات الله وسلامه عليها، ولكن هناك أمور نحن مأمورون ومطلوب منا أن نقتدي بها صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، على أساس أنها مجلا من مجالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كما ورد في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب. لذلك هناك رواية تروى وإن كانت يعني غير موجودة في الكتب المعتبرة، إلا أن مضمونها مضمون مقبول ومضمون يتناسب مع الأصول والقواعد العقدية، ولا يتنافى مع أي واحدة من هذه القواعد، وهي الرواية التي عادة ما يرويها العلماء. وإن لم أقف في الحقيقة على مصدر يمكن أن يعني يركن الإنسان إليه، إلا أني كما قلت مضمونها مقبول، وهي: نحن الحجج على الخلق، تنسب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، نحن الحجج على الخلق وأمنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي الحجة علينا. أريد أن أقول بأنها تمثل مصداقا من مصاديق القدوات المعصومة التي أمرنا أن نقتدي بهم، وخصوصا حينما يصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وعندما يصفها بأنها بضعة منه لا يريد العلاقة التكوينية وإنما يريد العلاقة القربية من الله سبحانه وتعالى، أو القربية من الله سبحانه وتعالى، على أساس أن الزهراء قد ثبت لها من الفضل والسمو والرفعة ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى النبوة، كما هو الأمر بالنسبة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك في روايات الخلق أيضا هذا موجود: إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق نور نبينا صلى الله عليه وآله، ثم خلق من نوره نوري علي وفاطمة. ولذلك نحن في الروايات نقرأ بأنهما متكافئان، ولو لم يخلق الله عليا لما وجد كفءا أو كفء لفاطمة إلى يوم القيامة. دعونا ننطلق من سورة الكوثر. سورة الكوثر تؤسس للبركة،
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر هو فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، يعني النسمة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها بأن كانت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، يعني كل من ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا طريق له إلا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. يعني أنت حينما تستعرض نسب أي هاشمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوف تصل إلى الحسن أو الحسين، ثم سوف تقول ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا مناص ولا مفر منه. لذلك الفخر الرازي على عداوته الشديدة وعلى محاولاته الكثيرة لإسقاط بعض الآيات الواردة في أهل البيت عن دلالتها على ذلك، إلا أنه في هذا المقام وفي هذا المورد وجد نفسه مسلما للقول بأن الكوثر هي فاطمة، والمقصود منها هي ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي عن طريقها. ولذلك هو يعقب ويقول فإن نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق فاطمة يملأ الخافقين، بالرغم مما جرى عليهم من التقتيل والتشريد والسجن وما إلى ذلك، إلا أنهم يملؤون الخافقين ولا ترى فيهم إلا العالم والمفسر والفقيه كالباقر والصادق والكاظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أريد أن أقول بأنه هذا أمر مسلم، حتى لو حاول البعض أن يناقش بمناقشات أخرى يكفي أنه هذا من أئمة التفسير عندهم وقد سلم بهذه الحقيقة. هذه السورة تشير إلى بركة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبطبيعة الحال كلنا يلتمس البركة وكلنا يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا، كما في شأن عيسى بن مريم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. هذه البركة من أين نحصلها، أو حينما نريد أن نبحث عن مناشئها في حياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من كتاب الله أيضا، أين نجدها وكيف نقف عندها؟ أيضا دعونا نجول في كتاب الله تبارك وتعالى لنرى أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام التي هي صاحبة مجموعة من الآيات. وهذه السورة سورة صحيح من السور القصار، ولكنها فيها امتنان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفاطمة. إنا أعطيناك الكوثر، يعني نحن نمن عليك يا رسول الله بهذه الطاهرة، بهذه الصديقة، بهذه القديسة، وهذه نعمة عظمى تستلزم حمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى يتجلى في الصلاة، فصل لربك وانحر والقنوت. ثم أيضا آخر آية فيها ملحمة من ملاحم القرآن، وهي إخباره بالغيب، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر ببقاء النسل المحمدي وبانقراض نسل وعقب وذرية من كان يشنأه ويحسده ويبغضه ويحقد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى في سورة الدهر ويطعمون الطعام أو يوفون بالنذر ويخافون يوما
كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. لاحظوا أيها الأحبة هذه الحالة من الإخلاص من التمحض لله تبارك وتعالى في أي عمل وفي أحلك الحالات في أصعب الحالات وأشدها. في اليوم الأول جاءهم المسكين، في اليوم الثاني اليتيم، في اليوم الثالث الأسير، وكل ذلك كان المحرك لهم فيه هو وجه الله سبحانه وتعالى. إنما أداة حصر، يعني فقط وفقط الذي حركنا لكي نبذل ما تتوقف حياتنا عليه. يعني كما يروي الزمخشري في الكشاف يقول بأن رسول الله بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما أن جاء في اليوم الثالث إلى رسول الله وبيده الحسن والحسين قد اصفرت وجوههما وكانا يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع. هذه الحالة، يعني الزهراء بأبي وأمي شابة في ريعان شبابها وترى في الذات كبدها تتضور جوعا بين يديها وزوجها كذلك، إلا أن البعد الذي يتمثل فيه الإخلاص ويتجلى فيه الإخلاص من قطع عنها، بل لم تنقطع حتى عبادتها مع الله سبحانه وتعالى. لما أن جاء أمير المؤمنين ورآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا علي قم بنا إلى فاطمة. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده الحسن والحسين، بيده الحسن والحسين وأمير المؤمنين معهم، دخلوا على فاطمة، والنقل للزمخشري يقول فوجدوها قائمة في مصلاها قد التصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وهي تناجي ربها. لاحظوا أيها الأحبة، يعني هي الآية آية التصدق أو آية الإطعام، ويطعمون الطعام على حبه. الآن بعض المفسرين يقول على حبه، يعني على حب الطعام بلحاظ الحاجة الشديدة إليه، وبعضهم يقول لا على حبه يعني على حب الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد مسألة الإخلاص ومسألة الحركة لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى لو قلنا بأن الضمير هنا يرجع إلى الطعام، فالآية التي تليها تقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هذه الآية تؤكد لنا أن أحد مناشئ البركة في هذه النسمة المباركة، في هذه الطاهرة التقية النقية الرضية المرضية، هذا النحو من الإخلاص لله تبارك وتعالى في أي عمل من أعمالها، وعدم الغفلة عنه، وهو ما يؤكده قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بشكل عام آيات كتاب الله التي تتحدث عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تتحدث عنهم بصيغة الفعل المضارع، الأمر الذي يدل على أن هذه الخصائص والصفات ليست ملحوظة بنحو طارئ أو بنحو عابر، وإنما هذا هو ديدنهم، هذه هي حالتهم. ولذلك أنتم لاحظوا أي مجموعة من الآيات التي تتحدث عنهم فإنها بالمضارع، مثلا سورة الدهر آياتها بالمضارع، هذه الآية التي حينما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وقام أحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وآله أي البيوت هذه يا رسول الله،
فقال له بيوت الأنبياء وأوصياء الأنبياء، ثم قال له وهذا منها؟ قال هذا من أفاضلها. وإذا كانت بيوت الأنبياء فاضلة وشريفة ومقدسة فهذا أقدسها وأشرفها وأفضلها. لذلك نجد بأنه سواء كانت حالة الإخلاص لله هناك في آية التصدق أو الإطعام، وكذلك حالة عدم الانقطاع والعبادة المستمرة لله جل وعلا أيضا في آية البيوت، تشكلان حالة من الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآيات التي يروي علماء أسباب النزول أو تروى عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في كونها قد أولت بهم صلوات الله وسلامه عليهم، كلها تتحدث عن ناحية من الذوبان في الدين والفناء في الله تبارك وتعالى كهاتين الآيتين، أو كآية المباهلة التي تكشف عن حالة من التفاني في نصرة دين الله تبارك وتعالى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. المؤرخون مجمعون على أنه ما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى علي وفاطمة والحسن والحسين، الناس كلهم كانوا على قدر كبير من الخوف، لا يعلمون ماذا يطرأ على هذا الكون على هذا الوجود. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج مضحيا بأبنائه، إن كان غيره هو صاحب الحق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعد لهذه المباهلة، فنبتهل ثم نجعل أو ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على حاشاك يا رسول الله. ولكن هذه الحالة يعني حسب ما ينقل الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتضن الحسين بيمينه أو على صدره، وقد أخذ الحسن بيده الأخرى وفاطمة من خلفه وعلي من خلفهما، وقال أسقف النصارى إني أرى وجوها لو دعت عليكم لما بقي نصراني إلى يوم القيامة. هذا التفاني سجلته هذه الآية، ولكن حينما نرجع إلى التاريخ نجد أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل مراحل دعوته، يعني على الروايات التي تقول بأنها ولدت في السنة الثانية أو الخامسة من بعد البعثة له صلى الله عليه وآله، نجد بأنها وهي ابنة الخمسة أعوام أو السبعة أعوام كانت تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين أنت يا رسول الله؟ أين أنت يا حبيبي؟ وهناك قضايا ينقلها المؤرخون، ومن ضمنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد الأيام كان في بيت الله ساجدا، وكان إذا سجد أطال في سجوده صلى الله عليه وآله. فالتفت أبو جهل لعنه الله إلى غلام من غلمانه وقال له يا هذا إن بني فلان قد نحروا اليوم جزورا فأتنا بسلاح كرش وهذه الأمور. فمضى الغلام وأتى بالسلا وألقي على رأس النبي صلى الله عليه وآله وعنقه الشريف متنه. يقول هذا الصحابي ما كان أحد منا يجرؤ أن يتكلم أن ينبت أو أن ينبس ببنت شفة،
قمت مسرعا إلى بيت رسول الله، قلت لها: يا ابنة النبي أدركي أباك. جاءت بأبي وأمي تتعثر في أذيالها، وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بكت لما تراه عليه صلى الله عليه وآله، أو لما رأته عليه مما فعله القوم، وراحت تزيل كل ذلك عنه وهي تبكي، إلى أن انفتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته ووسمها بذلك الوسام. والله إنها أم أبيها ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وآله. كل هذا أقول بأنه يكشف عن حالة من العمل لنصرة هذا الدين بنفسها، بعد ذلك ببعلها، ببنيها، بشيعتها. ومن هنا أقول بأن هذه البركة التي تمثلت في التحكم بحركة التاريخ، يعني الذي تحكم في حركة التاريخ هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي تحكم في حركة التاريخ هو أمير المؤمنين، هو الحسن، هو حسين. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في ضمن ذلك كانت هي المحور، يعني هي نصرت رسول الله صلى الله عليه وآله، نصرت عليا، يعني ما رجعت إلا ويد عليا في يدها. يعني قد البعض مثلا يقول بأن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام جاءت والله هو الذي أنجى عليا، هذا كلام معلوم ومفروغ منه، إنما الكلام في السبب الذي أجراه ربنا، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فزينب صلوات الله وسلامه عليها تحركت أيضا لإنقاذ علي بن الحسين في أكثر من مرة، والمنجي هو الله، ولكن السبب الذي أجرى الله تبارك وتعالى على يديه هذا الإنجاء هو زينب، والسبب الذي أجرى الله تبارك وتعالى عليه إنجاء علي هو فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فهي نصرت أباها، يعني نصرت الدين نصرة لله تبارك وتعالى، نصرت بعلها، نصرت أبناءها، يعني هذا الاحتضان للحسن وللحسين صلوات الله وسلامه عليها عليهما وعليها، هذا يمثل حالة من البركة أيضا. فأقول حينما ننطلق من بركات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها التي وثقها كتاب الله جل وعلا، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وبعد ذلك تقول الآية: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا نمط من التأويلات التي تكشف عن بركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في كتاب الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، حسن والحسين وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا البلد الأمين يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا أردنا أيها الأحبة أن نكون متمثلين لبعض جوانب حياة مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فلننطلق من نفس منطلقاتها، وهي حالة الانقطاع إلى الله، حالة الإخلاص لله تبارك وتعالى، التي دعتها لأن تقدم كل شيء من أجل الله وفي سبيل الله. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم، ورزقنا البراءة من أعدائهم، ولا فرق الله بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.